طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. وقوف من جديد لإعادة العراق إلى الركب الدولي، بلدا قائدا متصدرا سيدا. باب شرف قبه دكتور سليم الجبور كومباس. أخي كل العرب السنة في السلطة عبارة عن كومباس، يجملون المشهد، كل واحد يحاول أن يرضي جماعته يحصل له كم وظيفة. نحن لسنا جزء من صناعة القرار والسلطات، هالحال شي باقي كل كلامات. كل العرب السنة في السلطة عبارة عن كومباس. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقة حول تجميد الحرب على الفساد من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي لأسباب انتخابية. ملف الفساد يعود إلى الواجهة في العراق عقب ما كشفه قاضي في هيئة النزاهة في بغداد يوم الخميس عن نية حكومية لتجميد عدد من ملفات الفساد الكبيرة التي وعد رئيس الوزراء حيدر العبادي في وقت سابق بفتحها وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء لما بعد الانتخابات البرلمانية، ومن بينها طبعا ملفات الكهرباء وصفقة السلاح الروسية والمدارس الإيرانية الجاهزة ومجمعات كربلاء والبصرة السكنية، فضلا عن ملف البطاقة التموينية الشهرية للمواطنين ومزاد الدولار في البنك المركزي وعدادات نفط البصرة وما يتعلق به من عمليات تهريب النفط الخام خارج البلاد وعلاج عناصر الجيش في لبنان وإيران وتركيا. القاضي أكد بأن نحو 80% من المتهمين بملفات الفساد الكبيرة في البلاد ينتمون لأحزاب إسلامية شيعية وسنية فضلا عن أحزاب كردية. جاء ذلك مع استمرار الكتل السياسية بما فيها كتلة رئيس الوزراء حيدر العبادي المعروفة بكتلة النصر، مشاوراتها لعقد تحالفات سياسية تسمح لها بتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر بغية تشكيل الحكومة الجديدة منتصف العام الحالي. رئيس الوزراء حيدر العبادي كان قد أعلن كما معروف للعراقيين في مطلع نوفمبر تشرين الثاني الماضي عما وصفه بدء الحرب على الفساد عقب إنجاز مرحلة القضاء على تنظيم داعش الإرهابي عسكريا، وذكرت الحكومة بأن الفساد تسبب بضياع أكثر من 450 مليار دولار، أكثر من 450 مليار دولار خلال حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية بين عامي 2006 ولغاية 2014، مما فاقم من معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق في العراق. وفقا للقاضي الأول في هيئة النزاهة، فإن الهيئة تمكنت خلال العام الماضي من إيقاف، كما يعني أشارت في بيان، من هدر أكثر من 800 مليار دينار عراقي، يعني تقدر بالدولار ب 680 مليون دولار تقريبا، فضلا عن إنجاز أكثر من مئات من الملفات المتعلقة بالفساد. لكن هناك ملفات يقول هذا القاضي لا يمكن للهيئة فتحها أو المساس بها، منها ملفات تتعلق بنوري المالكي وعدد من الوزراء وزعماء الأحزاب. القاضي أضاف في حديث لصحيفة العربي الجديد بأن ملفات الفساد الكبيرة تعادل قيمة أموال كل ملف منها جميع الملفات الصغيرة التي تم التحقيق بها خلال العام الماضي 2017. ملف واحد يعادل كل ملفات الفساد الصغيرة كما اسمها، منها على سبيل المثال صفقة السلاح الروسية والطائرات الإيرانية، وكذلك ملف الكهرباء والنفط والتلاعب بعدادات التصدير في البصرة. هذا القاضي أشار إلى أن غالبية المتهمين بملفات الفساد والثراء الفاحش هم من الأحزاب الإسلامية، سواء كانت أحزاب شيعية أو أحزاب سنية تدعي تمثيلها لهذه المذاهب.
أشار القاضي إلى أنه على سبيل المثال هناك سياسي عراقي كان يقيم في منزل بمساحة 150 متر في الكرادة ببغداد مستأجر من سيدة، يعني هو كان قاعد بهذا البيت إيجار بعد وصوله العراق مع القوات الأمريكية. الآن يقول عنده مجمع تجاري وعنده منزل فخم في الكاظمية الشمالي بغداد وبستان مساحته أكثر من 4 هكتارات في العاصمة بغداد كذلك، فضلا عن أملاك أخرى سجلها باسم زوجته وأخذ زوجته في بغداد وفي بابل وفي كربلاء، لكن ملفه مجمد لكونه مدعوم من دول إقليمية جارة ما سماها هذه الدول. أكد أن 80% من ملفات الفساد يقف وراءها إسلاميون من أحزاب مختلفة وكذلك من مختلف الطوائف. هذا القاضي كشف بأن الحكومة أوقفت ملاحقة ملفات الفساد وجمدت العمل بالتحقيق فيها لحين انتهاء السباق الجديد للوصول إلى البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة. طبعا هو اتهم البرلمان بالمماطلة في تشريع قانون يمنح هيئة النزاهة صلاحيات أوسع بسبب تورط البرلمانيين أنفسهم بملفات فساد. النائب في البرلمان جوزيف صليوة ذكر بأن الأحزاب الإسلامية تتخذ من الدين غطاء ولا يمكن تعميم عبارة الإسلامية على أنها وصف حقيقي لهذه الأحزاب. هو أضاف بأن أغلب الأحزاب التي تعرف عن نفسها على أنها إسلامية كانت تقول بأن المدنيين والعلمانيين هم سبب التفسخ الأخلاقي في المجتمع، وعلى أرض الواقع هم من يتبنون ويحمون المتفسخين في المجتمع، وهذه حقيقية كما يقول. هناك تجارة المخدرات والحشيش ويمتلكون السلاح، يقتلون الناس ويستولون على بيوتهم، ولهم ولاءات خارجية وإقليمية، وعلى تلك الأحزاب الدينية أن تراجع نفسها لأنها أوصلت البلد لحالة مزرية. أضاف أن عليهم أن يتركوا الهجوم على المدنيين وعلى العلمانيين، لأن الإنسان العراقي صار يعرف جيدا من سرقه ومن تسبب بتدميره هو وبلاده. اختتم بالقول لا يمكن اعتبارهم إسلاميين، بل هم مجموعة لصوص اتخذوا من الدين غطاء لسرقة العراق والعراقيين. طبعا عضو حزب الدعوة الحاكم باسم الدراجي يرد واعتبر بأن هناك حملة لتشويه سمعة الأحزاب الإسلامية في العراق من قبل إسرائيل وأمريكا كما يقول، وأوضح بأن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وما أسماهم بفلول حزب البعث والشيوعيين والعلمانيين في العراق يقفون سويا وراء هذه الادعاءات لإسقاط الحكم الإسلامي كما يقول، أي حكم إسلامي يتحدث عنه في العراق، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه العراقيين كما يقول. وحذر من مخطط لعودة حزب البعث من خلال تلك الاتهامات. هذه طبعا دائما قبل الانتخابات نسمعها من الأحزاب الإسلامية الموجودة في السلطة، وأنه والله أمريكا والله إسرائيل وده تشوه صورة الأحزاب الإسلامية، أنتوا شوهتوا صورة أحزابكم بإيديكم من خلال الفساد ومن خلال المحاصصة والطائفية اللي موجودة في البلد. أعزائي المشاهدين، نريد أن نستمع إلى أصواتكم حول هذا الموضوع. تراجع العبادي عن الحرب ضد الفساد يعني أوجعوا رؤوسنا بهذه الخطابات بأنه سوف نحارب الفساد والفساد هو الوجه الثاني لداعش وإلى آخره. اليوم حيدر العبادي يريد يأجل هذه التحقيقات وهذه الحرب على الفساد بعد الانتخابات، بعد الانتخابات البرلمانية. معنا اتصال أم أزهار من بغداد، فضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وأحيي هاي الإذاعة العظيمة والعاملين. أهلا وسهلا. بالنسبة إلى هاي الحكومات اللي إجت من 2003 إلى هذا اليوم هي حكومات فاسدة. هم كلهم فاسدين، كل من حكمنا خلال هاي 15 سنة فاسدين. وخاصة هسه العبادي قاعد يأكد على الفاسدين وكان اللي هم يريد يعلق لهم ويريد يسجنهم
لكن هو ما 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 عمل أي شيء. نعم. لو هو مو فاسد، لو هو فعلا إنسان يريد ينتقم من الفاسدين. أنت برأيك أول ما أول ما طلع المالكي علقه وعلق البقية جماعة حزب الدعوة، لأن هو ما يحس بالدعوة ما يقدر، وهو فاسد وياهم، هو عنده ملفات فاسدة. نعم. وإذا يحكي عن الحزب الإسلامي وكلهم الأحزاب الإسلامية. نعم. وحزب الدعوة وكل الأحزاب اللي جت لنا من إيران، هم كلهم فاسدين، هم إجوا كلهم يحطمون هذا البلد. نعم. أم أزهار، أم أزهار تسمعيني؟ أم أزهار الحكم السابق أم أزهار. ما كان أم أزهار سلاح يتهرب. أم أزهار تسمعيني؟ نعم. اليوم ليش حيدر العباد يريد يأجل الحرب على الفساد بعد الانتخابات؟ شنو الضمان أنه راح يتولى لرئاسة، يعني لو افترضنا أنه الرجل صادق، شنو الضمان أنه راح يأخذ ولاية ثانية حتى يستمر بمحاربة الفساد كما يقول ويدعي؟ هو حتى إذا أخذ ولاية ثانية نعم. يستمر هذا الفساد، يستمر هذا الفساد حتى إذا هم يبدون يأخذوا ولاية ثانية، وهو دفاع من إيران، جت دفع من إيران إنه يأخذ ولاية ثانية، حتى يبقى هذا الفساد، حتى يبقى هذا التهريب، حتى يبقى المخدرات، حتى يبقى هذا البلد مدمر. لكن إن شاء الله تجي وجوه، وجوه غير هاي الوجوه، والوجوه الصادقة اللي عندها روح الإنسانية وروح الضمان لهذا البلد والحرب ضد هذا الفساد. إن شاء الله يا رب هو يحكون على حزب البعث، تدافعوا على حزب البعث هم، تدافعوا على صدام حسين هم، شو وصلوا راحوا فجوة للترابة. نعم. لأنه هو لخصت مخدرات ولا خصت سلاح، هو عمر البلد، هو خلى القصور ما أخذها وياه، مثل ما هسه المالك ما يستحي ما يقدر قاعد بقصر صدام، ها؟ هو عمر البلد وخلاه نهض وخلاه. نعم أم أزهار. الدول العالم كلها تحكي بالعراق، وكان اتصالات عالمية. أم أزهار من بغداد كانت معنا، شكرا شكرا لك. معنا اتصال آخر، أم زمزم من بغداد. أم زمزم، تأجيل الحرب على الفساد وعليكم السلام بعد الانتخابات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، فترة حكم السيد العبادي حكمه ضعيف جدا أستاذ. إحنا الحكومة تتكون من التنفيذية التشريعية والقضائية، لكن عندنا بالعراق السلطة التشريعية والقضائية معطلة وكلها بيد السلطة التنفيذية أستاذ. يعني السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الوزراء، رئيس الوزراء وبالأخص الفترة اللي حكم بيها السيد المالكي من 2006، فترة حكم 8 سنوات، كانت السلطة التنفيذية كلها بيده، يعني القضاء مسيس، أي حكم ولحد الآن أستاذ، ولحد الآن القضاء مسيس، كل الأحكام تصدر على السياسيين، من يشوفون أي سياسي وطني يحب شعبه رأسا يصدرون عليه حكم قضائي وتهموا بالفساد وكذا. أستاذ المسألة تتلخص أنه وزير خارجية إيران ظريف، سيد ظريف، ذهب إلى الدول الأوروبية وقال لهم أن صواريخنا تصل إلى الدول الأوروبية ولكنها لا تصل أمريكا، يعني نقدر نقول نوع من التهديد. فوافقوا أن نسود العراق أو نحكم العراق بالفترة الأربع سنوات الجاية هي مدة الانتخابات أو مدة الحكم. فلذلك استاذ شكلت كتلة النصر اللي هي العبادي مع هادي العامري مع العصاد، يعني العبادي شكلها مع الميليشيات الإيرانية. لكن الموقف شنو؟ أمريكا لم توافق على هذا الموضوع، خففت من الموضوع، فقالت لا يعني لذلك فك الارتباط سيد العبادي مع الميليشيات، ويعمل يعني اتفق مع الحكيم. هذا الموقف الأخير، يعني الشغلة هي زمن القوة، إيران تريد تحكم العراق بالقوة بتهديد الدول الأوروبية. نعم. ويا إستاذ زين، يعني هو تأجيل هذا الادعاء أنه تأجيل المحاسبة والحرب على الفساد بعد الانتخابات، يعني الكثير من المراقبين قالوا بأن الهدف منه هو لتشكيل
كتل سياسية، يريد حيدر العبادي يضمن كتل وأحزاب سياسية معه. صح، وهذا المطلوب. وداولة الساد هي فترة حكمة ضعيفة، يعني حكم السيد العبادي، وجودها من حتى من حارب الفساد، لأن كلهم أستاذ فاسدين، كلهم فاسدين، يعني كلهم نهبول البلد. وثانيا أعضاء هسه راح يسوون انتخابات، إلا الانتخابات بينتخبون برلمان معطل. أستاذ هو من أخذ كلام البرلمان؟ كل بيد الشرطة التنفيذية، بيد رئيس الوزراء. طبعا رئيس الوزراء هسه هو صح ولايته ضعيفة، لكن أكو من سنده ويوقف الظهر. أستاذ الله يخليك، أشير إلى نقطة مهمة لو تسمح لي أستاذ عمر. نعم. لا وياي استاذ، هسه اليوم دين اقد مؤتمر في بغداد اليوم برعايه هو رئيس الوزراء، وراح يجي ابو الجامعه العربيه، والله شنو العراق اصبحت قاسمه الاعلام العربي. لان استاذ هذا المؤتمر ما يحتاج الى اموال، ما يحتاج الى اموال، هاي الوفود الجايه ما تحتاج الى اموال. شو من صفحه يقول احنا تقشف ومحتاج العراق، ومن صفحه بيسوي لنا مؤتمر على مود العراق عاصمه الاعلام العربي. لان حتى الدول العربيه مع احترامي للشرفاء، الدول العربية كلها باحترامي للحكام، يعني للحكام أشير للحكام الشرفاء، أغلب حكام الدول العربية عملاء لإيران وأمريكا، ومع احترامي جبناء. شو تقول أمريكا وإيران يقولوا لها أيوة حاضر نعم، وأشير إلى كلمة أيوة اللي هي باللهجة المصرية، يعني عملاء الدول رؤساها عملاء مثل ما يقولون، يعني 100%. فانت جايب لنا اهل الدول العربيه ورئيس الجامعه العربيه بده يسوي مؤتمر في بغداد بس اعلان، بس صرف فلوس وقطع رواتب من الموظفين المتقاعدين. نعم. واستاذ بس اشير الى نقطه اخرى لو تسمح لي استاذ عمر. شكرا اني والله الوقت عمر. الوقت ضيق وهناك اتصالات، يعني شكرا لك. حسن من الموصل، تفضل حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سلام الله عليك وعلى كادر القناه ومسادير قناه الرافدين. اهلا وسهلا بك. يا اخي عمر، يعني جبناها على العبادي يقول الفاسدين، هسه يريد ياجلون المحاسبه الفاسدين، يريد ياجلوها بعد الانتخابات. ايه بعد الانتخابات، واذا حاسبهم بعد الانتخابات شو يفيد؟ نعم. اذا صارت انتخابات والفاسدين كلهم قدام عينه، كل ما يجتمع واحد واحد يعرفهم وهم يعرفوه، لأن هو العبادي أكبر أول واحد الفاسد يعني بصراحة. بس اللي الفاسدين واللي دمروا العراق بالدرجة الأولى يعني بصراحة هو الجعفري، إبراهيم الجعفري سلم من كان رئيس وزراء وسعته وزير الخارجية، هم خلوه. الإيرانيين سووا مشاريع أسعتها في العراق، فتح خط وصارت قواعد أسعة عسكرية طبعا موجودة أخويا بالنجف وبكربلة، فهم فاسدين، فهذولا يمشون مو تحت أمرهم. يعني أسع بالله عليك ده سألك سؤال، يعني أسع الموصل كلهم تحت الأنقاض لحد الآن، دولة ها دولة ويدعون بالإسلاميين وكذا وكذا، هذولا تحت الأنقاض لحد الآن ملايين مشردة وما يعرفون عنهم، ما سالين عنهم. لمن يجيون الإيرانيين كل شيء يوفروا لهم يا أخويا، يوفروا لهم أدوية ويوفروا لهم. هذا قبل فترة يعني قدام العالم كله، السعودية المملكة العربية السعودية دزت 200 طن من الأدوية، أخذت الميليشيات وراحت بعت على الصيدليات. من يحاسبهم؟ المالكي او العبادي؟ لا، هو مشترك معهم. فيا اخويا العراق والله يا اخي، يعني انا ما اعرف ايش اقول لك، العراق كل لو يصير 100 انتخابات العراق نفسه نفسه، والعالم مشرد بالبرد. نعم زين. اليوم حيدر العبادي رئيس الوزراء يقول العراق محتاج الى 100 مليار دولار لإعادة إعمار المدن المدمرة. 100 مليار، يريد 100 مليار هسه ترى راح يجمعوا له أكثر، راح يجمعوا له أكثر من ما تتصور، ولكن يتقاسموا بيناتهم. نعم. لأن العراق 1500 مليار دولار ترقوها وبيوتهم كلها بالخارج، بيوتهم
بكل الدول الأوروبية والعربية بيوتهم موجودين وقاعدين، من يسأل عليهم؟ سرقوا 1500 مليار من عدا ما من 2003 طبعا، أشكوا معدات، أشكوا سيارات دولة كلها بإيران. هاي حقيقة أخويا. فالعبادي يقول أكو واحد رئيس وزراء يقول من بعد الانتخابات، نعم من بعد الانتخابات حاسب، وقدام عينك يا أخويا وال في محافظات العراق كلهم شردين، ما يلقون الأكل، تمنعون عليهم الأدوية، ما الماء كله فاسد ملوث. أين نعم. أين الحكومة؟ فيا أخوي أنا بصراحة يعني أقول لكل الشعب العراقي يا أخوي تحركوا، ترى اليوم يمر يقتل آلاف من العراقيين الأبرياء. نعم. فتحركوا وهاي الحكومة يا أخوي يا أخوي نعم. عمر إذا ما المقاومة تنهض، أنا واثق والله يا أخي عمر، أنا أقول بكل صراحة والله حتى النساء وحتى الأطفال تحمل السلاح، أنا واثق يا أخويا، لأن هذا الظلم يعني إلى متى؟ إلى متى؟ نعم. ملايين مشردة، ملايين من الموصل والرمادي نعم. والجرف الصخر وغيره كلهم هذول السنة، هل هذا أي ديانة أي إسلام اللي يحملوه؟ فكل هذه الخطة كلها بيد إيران، أنت تقدر تدز النازحين برمشة عين بيد إيران وليس بيد الحكومة أبداً أخويا. شكراً حسن من الموصل كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وباستقبال رسائلكم عبر خدمة الواتساب، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال من ديالى، ابو يحيى تفضل. ابو يحيى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك اخي؟ اهلا وسهلا بك. سلامي على قناه رافدين البطل الكادر كل حياك الله كل الكادر. استاذ عمر، استاذ عمر، استاذ عمر، استاذ عمر، هاي الحكومه مو حكومه. استاذ عمر، استاذ عمر اللي سقط المسل، وين المحاسبين؟ وين حاسبوه؟ نعم. وين جثث بعدها؟ ام الحج العبادي تايسر سلطه ثانيه الرئيس المالكي؟ والله الشعب العراقي مو شعب اذا خلى واحد من الفئه بالحكومه، والله الشعب العراقي فلا اعتبره شعب، فلا اعتبره شعب، وفي غيره وفي نخوه فلا اعتبره والله. يا اخي دمروا دمروا العراق يا اخي، مين تزنها؟ مين تزنها من التربيه والصحه؟ كلها برمجه من ايران تدمير العراق، برمجه من ايران تراجع العراق الى قرن العشرين. يا اخي وين استاذ عمر؟ وين الاعمار؟ خلي يطلع الواحد يقف في البنايه، واحد مسؤول من البرلمان من الحكومه يقف يقول انا هاي البنايه يقول لك الحكومه تقول ما عندنا فلوس. زين ابو يحيى، اليوم حيدر العبادي يقول احنا محتاجين الى 100 مليار دولار لاعاده اعمار المدن المدمره، اللجنه الماليه البرلمانيه شو تقول؟ الحكومه غير قادره على حمايه اموال اعاده الاعمار. يقول لك غير قادره على حمايه الاموال، يقول لك راح تنسرق الاموال. نعم. نعم، استاذ عمر نعم. كانت الحين الميزانيه اللي دعت اللي واردات النفط تدخل العراق، وين يودونها؟ اللي قاعد يودونها لايران، وايران قاعد تدعم العراق. يودونها لايران، المالكين من انت 300 مليار مليار من 1000 مليار واحد، 300 مليار انت لايران، ايران وين 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 وارداتها؟ ايران وين وارداتها؟ طلعت الميزانيه مالت ايران 300 مليون طالب عندهم بالقدم شو اسمه مالك شو اسمه مالهم رئيسهم. قدمت 300 مليار فايل، مين اخذوه؟ من العراق اخي قاعد ما قاعد اقول الحكومه هاي قاعد تسل ايران. نعم. عمي ايران متوخيه بداخل العراق، في عدد جيش وعدد قوات وعدد كل شيء، هذا نفط خالقين،
نعم. الأمن 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 النفطخانة مع الخالقين أمن الأمن النفطخانة إيرانيين. شفت عتي أخي العزيز شفت عتي وين الدعايات عتي بس أنا أكتب بالشعب العراقي إذا شعب عراقي في غيرة ما واحد من الحكومة يقبل بالحكومة هاي نعم. عمي تبقى كما كان يرجعوا لي عسل الكافرين وأول ما يزول يزول ربنا الشيعة أمة عسل عسل مجموعة كل شيء واحد نعم. شغل قاعد يطلعون حتى بالتلفزيون يبكون كل شيء ماكو الظلم ما نفعهم نعم. الظلم ما نفعهم والله العظيم يا استاذ عمر اخي العزيز أبو يحيى من ديالى كان معنا شكرا لك. طبعا عضو اللجنة المالية النيابية رحيم الدراجي طالب بضرورة تأجيل تقاضي المنح والهبات المالية من الدول المانحة لإعادة الإعمار إلى ما بعد الانتخابات واختيار حكومة جديدة قادرة على حفظ المال العام. هو تساؤل يعني الحكومة الجاية قادرة على حفظ المال العام؟ ما جربنا احنا حكومات كثيرة. الدراجي يقول بأن العقلية الحاكمة والمسيطرة على مقدرات البلاد تعاني من سوء التخطيط والإدارة ويضربها الفساد، وهو كشف عن حصول حالات ابتزاز للمنظمات الدولية المانحة وبعض الشركات التي حاولت العمل مجانا في مشاريع الإعمار من خلال مطالبتها بدفع رشا لها بالعمل. يعني هو جاي منظمة دولية جاي مثلا تنصب خامة أو توزع مساعدات، الجماعة يأخذون منهم رشوة حتى يوزعون هاي المساعدات أو يبنونهم فد خيمة. يعني تصور وين وصل الحال في العراق. يعني هو جاي متبرع، جاي من جيبه، جايبهم من أموال الدول الأخرى، والجماعة يقول لك المسؤول إذا ما تدفع رشوة ما تبني لا خيمة ولا تسوي ولا تقدم أي شيء. أبو علي من إيران، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو علي إحنا عندنا موضوع اليوم حيدر العبادي يريد يأجل الحرب على الفساد بعد الانتخابات. ألو أسمعك أبو علي، تسمعني؟ أنا والله في ذهني يعني هو كله من أجل الشعب العراقي. نعم. اسمح لي يعني أنا أضرب يعني صلب بالموضوع. نعم. وهذا الكلام اللي راح فيه قسم متوجه للأسف تعرف سنة وشيعة واخوتنا الافراد يعني اللي اتصلوا يعني وفوا وكفوا باحتراماتي لكل المتصلين. بس انا في رايي انا رجال هالعمر قريب السبعين عندي تجربه واللي يحكي اقيم شمع في داخله ان شاء الله واعرف بدل المستطاع. بس في واحد اريد من الاخوه اللي يتصلون انه العراق يا جماعه الخير فكروا بالعراق، احكي للعراق وما يعني انت شتنطق ترى الله باكر يحاسبك عليه. اكو شيء انا احس ان العراق يعني اللي يتصلون لا تخلوها بس سنه او بس شيعه. السنه عندنا بالكوت بالنعمانيه بالبصره بالعماره بالناصريه بكل مدن الشيعيه اكو سنه عاديه. وبعدين احنا اهل وقرايب وعمام. نعم. بعض الاخوه يقول احنا خالو مختلع. وبالنسبة للأخوة الإكراد هم عندنا أكو قبائل مستعربة وأكو قبائل عربية مستكملة، فإحنا أهل. وأحب بريد أحكي وأناشد الشيعة بالخصوص. قال أمير المؤمنين عليه السلام يقول من سكت عن الظلم أعان الظلم عليه. هذول يستهنون بينا، هذول يضحكون علينا، هم ما يقدرون نفس الوجوه ونفس الطاسة ونفس الحمام. خلي فكر بالعراق، خلي اتحد العراق، والله ما يفيدوك ما يفيدوكم. هم نفس الشيء لو تخلي الموصل اللي قصدوا عليها مليارات دمروها ما فتحوها، دمروا اهلها ضيعوا ناسها. حتى لو تعطوا 100 مليار وين تروح؟ هو ما عنده، هو ما يقدر، هو باكر. اذا اتحدى حيدر العبادي انه يقدر يهزم قدام الفاسدين، ليش؟ يعني محاصصه. وأنا أسأل الأخوة بالفرات والجنوب يا أخوتنا والله حرام عليكم تنتخبون، لأن نفسهم تدرون بهم حرامية وأسرع الله يحاسبكم. نفس الشيء. وأقول للأخوة السنة أخوتنا وحبابنا وتاج راسه وهم بيضة القبانة للسنة للغربية وعموم العراق، يا جماعة تراكم مراجع ما تقبل عليهم هذولا.
وانا ما احكي كعراقي، اكو مراجع ما يقبلون، بس يا يلي تنتخب يا شيعي، المرجع ما له حق ان يفتي يقول ترى مرتك تحرم عليك ونعيد نفس الشمعه ولازم تنتخب. ماكو شيء بالاسلام، ماكو اصلا، هو التقليد جاي شيء جديد. انت تخلي امورك بيد المرجع، ولد المرجع مرتاحين ومتنعمين. واشكرك استاذ عمر وجزاك الله خير عمين، عم الله عليك. شكرا ابو علي من ايران كان معنا. معنا اتصال ابو ايمن من عمان. اسعد ايامك وايام العراق الجاي ان شاء الله. وسهلا بك حبيبي. في كلمة التجميد اللي ذكرها المالكي، عفوا العبادي، نعم، حقيقة هو يقصد منها التفريز أو وضع القضية أو الملفات بمجمدة حتى، نعم، تيجي حكومة مناسبة يوضعوا هاي الملفات المجمدة في رحمها فتطلع، نعم، ملفات جديدة مرة ثانية. القصد منها أنه طبعا مستحيل هذول الجماعة يفتحوا ملفات بعض، فرح تظل الملفات بالدروج وإعمار لا خلينا نقول المدن المدمرة وبالذات للموصل الغربية حبيبي. رح تيجي كمان شوي شيفلات وجرافات ضخمة جدا جدا تشيل الموصل القديمة من جذورها وتشيلها مع الشهداء اللي جواها وتحطهم بوادي وتدمل عليهم. سيدي العراق لن يقوم إلا بسواعد رجاله، وهاي الرجال بلشت تحكي، بطلوا يرجعوا للمرجعية وبطلوا يطلعوا يرجعوا لغيرها، بقصد على الأخوة الشيعة والأخوة السنة كمان، بطلوا يرجعوا لفتاوي الوعاظ السلاطين أو سلاطين الوعاظ. فلذلك العراق سوف يقوم مرة ثانية، وأنا بقول مرة أخرى إنه أكثر شعب متحرر بالعالم العربي هم العراقيين. هو مش لشيء، بس لأن الجماعة يعني إحنا عنا المخابرات وهاي اللي بحكي المسلم تكوتيش، بس عندكم هون المخابرات والحاجات منتهين بلم فلوس فما بهمهم، والمخدرات اللي جابوها طبعا معروف شو هي لإلهاء الشباب حتى ما يطلعوا على وطنهم. سيد الكريم العراق سوف يقوم وقريبا جدا. نعم أبو أيمن. أبو أيمن من عمان كان معنا. أبو أيمن، إحنا ما شاء الله عندنا ضباط المخابرات يتاجرون بالمخدرات صار في العراق، في إشارة إلى ابن محافظ النجف. بنت بغداد تقول في رسالة على الواتساب: العبادي لا يجرؤ على محاربة الفساد، سيحارب كل من في الحكومة من صغيرها إلى كبيرهم فاسد، قبل داعش وبعد داعش يتوعد الفساد، حتى لو أخذ ولاية ثانية لن يحصل أي محاربة للفساد، سوف نظل نسمع البعض كما يقول باختصار لا يجرؤ مع كل هذه الطغمة المدعومة من إيران ومن الميليشيات. معنا اتصال سامي من بغداد. سامي، يعني برأيك أنت ليش حيدر العبادي أجل محاربة الفساد بعد الانتخابات؟ شنو الصفقة اللي حصلت مع الكبار من الفاسدين حتى يتم تأجيل هذا؟ طبعا يعني فقط سمعناها في مؤتمرات صحفية وعلى الأرض لم يفعل أي شيء بما يخص محاربة الفساد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياتي حضرتك وإعدادات القناة. أهلا بك أستاذ عمر. بس رجعك شوية إلى الوراء في سبيل حتى تعرف أنه هاي المسائل مرتبطة مع بعض. أول من قالت إحنا كنا حصلنا الأمور والكعك القاسمنا، ليش هو هذا العبادي وين كان يعني؟ وكان لهم كان باللجنة المالية، فهو هم فاسد مثلهم هم حصل، فلهذا هذا الرجل لما يقوم هالأشياء هذا يعلم إنه مجموعته كلها هي هاي البرلمان كله هو فاسد يا أخي. يعني كانت واحد يطنطم الناق واحد ساكت على الأخ، بس اجى حيدر الملا وجا مشعان الجبوري وجا فلان بلتان قالوا احنا فسد، يا هذا يصير باللجنه الماليه واللجنه النزاهه يصير بطل مال العراق، وهاي يشوف العقول وكلها فساد وكذا، وهذا يقوم واحد يستجوب الاخر. هاي المشكله يا اخي العزيز، هو هذا هم كان فاسد مثلهم العبادي وهم حصلنا شم عقد، فواحد يخاف من الاخر. يا أخي العزيز ما رح يصير تغيير ولا يأتوا الناس آخرين ولا المجرب غير مجرب، تعرف ليش يا أخي؟ لأن يأتي جديد شريف. نعم المجرب يعني لا يجرب. هو بالمناسبة الحديث البارحة طبعا انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات العراقية
من قبل يعني مراجع دينية. المجرب لا يجرب، زين هاي سمعناها قبل 4 سنين وقبل بالانتخابات 2010 المجرب لا يجرب، يعني أشبه بفتوى فضفاضة. يعني شنو المجرب لا يجرب؟ ما هم نفسهم اللي مرشحين الانتخابات. استاذ عمر بس على استاذ عمر بس اريد اقول شيء حتى ما اخرج عن الخط اللي اريد تقوله. الصراحه اول شيء المرجع شوف هذول من سنتهم الى شيعتهم الصراحه، يعني زين شوف فتوى الجهاد الكفائي وروحوا حاربوا يا شباب، سووها قانون وسووها حشد شعبي وسووها هيئه حشد شعبي راسا بسرعه، وجاء عمار الحكيم وما دينا راح هناك ويطبل لهذه المساله. هسه المرجعيه يعني مو قالت المجرب لا يجرب والفسد وكذا وهاي وشغلات وهاي، هاي ما حد ما دار لها بال ولا واحد يراد يسويها فتوى ولا محزنون. لا 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 هاي ما تفيدنا هاي المساله. يا اخي العزيز يا استاذ عمر، يعني هؤلاء واحد يضم للاخر. انا اقول لك اذا اجى الغير مجرب يا اخي، اجى النسي، اجى الشريف، اجى العفيف، هذا هم لا يسمح له. انا اقول لك هاي الطغمه هاي الموجوده بالمنطقه الخضراء زين ما راح تتغير ولا تروح ابدا. تعرف ليش؟ لان مثلا ياتون ناس جدد شرفاء يحبون العراق والعراقيين كذا، هذا يجي يروح للبرلمان يشوف الدنيا مقلوبه، يشوف الامور كلها مسروقه، يروح للوزراء يشوف والوزارات يشوف الدنيا، هذا الوزير السابق والمحافظه والدنيا، هذا جاب اهله وامه وابوه عشيرته وبعدين شويه من المكان اللي جاي فيه الامه كلها مسروقه، ليش فرغ العراق؟ فلهذا ما راح يتغير شيء، لان هذول لازم يبقون في سبيل حتى هاي هالاشياء وهالاسرار وهاي ما لا يجوز اصلا. ما معقول يا اخي، ما معقول يجي المالكي او العبادي أو هذا الحكيم يقول لك يا احنا زين سامي يقول المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية عادل نوري يقول بأن الفترة المتبقية من عمر الدورة الحالية للبرلمان لن تكفي لإجراء الاستجوابات أو إقالة أي وزير أو مسؤول تنفيذي، عزا ذلك إلى سببين، أحدهما التوافقات الانتخابية. يعني الظاهر الجماعة متوافقين على كتلة يدخلون بها للبرلمان وكل من يعني ينام باللي عنده وخلص. رحم الله والديك. يعني هسه احنا دنقول شيء من جيبنا يا اخي، هذول مو قلت لك واحد يرفع واحد يكبس. المساله شنو؟ لازم يعني شو اقول لك، يعني لما يصير التغيير، واذا ان شاء الله يصير التغيير، لازم هاي المسائل كلها تكشف يا اخي. يا اخي العراق هالموازنات هاي القويه وهاي الاموال هاي ضاعت، العراقيين يريدون يشربون من كل واحد فاسد يا اخي. نتلاحظ يا اخي شمال الى جنوبه وبعدين قفزوا على اموال المتقاعدين، يعني مشكله يا اخي اللي ياتي يضحهم فضيحه ما صايره، يعني ينعدم 50 مره يا اخي، هاي المشكله يا اخي. سامي من بغداد شكرا لك. في رسالة على الواتساب، العبادي محتاج 100 مليار ليسرقها كما يقول ويتمكن من منافسة رفيقه المالكي الذي سرق قبله 700 مليار. أبو عارف من بابل يقول أخي عمر ليعلم كل من ينتخب هؤلاء السراق أو والقتلة أنه سيخرج للتظاهر ضدهم بعد مدة لأنهم فاسدون ولا يرتجى منهم أي خير أو تحسن بالأوضاع، فالأفضل هو اجتثاثهم في الانتخابات وإن كانت ستزور، لكن على الأقل يكون للمواطن موقف ولا يستغفله هؤلاء بأخذ صوته ثم سرقته وقتله. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أستاذ عمر أنا ما أعرف شلون فاسد يحارب الفساد. نعم. إذا نفس رئيس الوزراء هو فاسد شلون راح يقضي على الفساد؟ خليه يبدأ بنفسه أول مرة ويرجع لتاريخه ويقارن بين اللي كان عنده واللي هسه يملكه. أستاذ عمر يعني هسه هي كل الناس تعرف بأن رجل الدين عليه إصلاح أي خلل يصير بالبلد إذا هو ده يتحكم بأمور البلد. نعم. من خلال توجيه انتقاد. طيب إذا كان رجل الدين هو بالأساس فاسد شلون راح ينصلح البلد؟ يعني بلد وصلت ميزانيته في بعض السنوات أكثر من 130 مليار دولار. نعم. ميزانية 5 دول مستولين عليها كم سياسي ومعمم. وشوف حضرتك
من سنة 2003 لحد الآن كم معمامة صارت عندنا بالعراق؟ شلون كثرة العمايم؟ اللي يخيرهم كان بزمن صدام ينام الساعة بالخمسة المغرب ومن ناحية يدق بابه بالليل يخلون نسوانهم تستفسر منه بالباب، وهسه طلع لسانهم. هسه إذا تجمع العمايم والأمتار القماش مال العمايم مالتهم يمكن تطلع المبلغ اللي طلبه العبادي. نعم. بس زين إذا 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 يعني اللجنة المالية البرلمانية تقول الحكومة غير قادرة على حفظ أموال إعادة الإعمار، يعني بعد أيام أكو مؤتمر في الكويت لإعادة إعمار، جمع أموال لإعادة إعمار المدن المدمرة، واليوم حيدر العبادي يقول لك إحنا محتاجين 100 مليار، إذا الحكومة راح تضيع هاي الفلوس واللجنة البرلمانية المالية دا تقول الحكومة غير قادرة، من اللي قادر على حفظ هذه الأموال؟ يعني شلون المجتمع الدولي يثق بعد كل هذه السنوات بهذه الحكومات المتتالية التي سرقت ونهبت أموال العراق؟ شلون يجي اليوم يعطيها كل هالمليارات ويقولها يلا تفضل تعالي ابني، وهي ما بنت قبل بمليارات بمئات المليارات؟ والله أستاذ عمر ما أتصور بعد الدول المانحة راح تحترم هاي الحكومة وراح تنطيها أي مبلغ من المال لإعادة الإعمار، لأنه كل شيء يعرفون وهم جربوهم وشافوا شلون كانت الأموال تجي على مود الإعمار، بالأخير الأموال كلها يستولون عليها ويخلون هاي المدن اللي تدمرت على نفس وضعيتها، لا حد إلى شغلة بيها ولا أحد يستفسر عنها. بالأساس العباد يريد هذا المبلغ اللي على أساس يريد يتم يعني إعادة إعمار المحافظات المدمرة. والله إذا يجمعها هذا المبلغ اللي هو طالبه هسه، هذا العباد يقول 100 مليار، هسه إذا يجمعها من 10 مسؤولين بالحكومة وبالبرلمان أو عند المعممين، إذا يجمعها من عندهم تطلع أكثر من هالمبلغ هذا اللي طلبت. بلد استولت عليه أستاذ عمر، استولت عليه ناس ما تخاف الله، ناس ما عندهم لا ذمة ولا ضمير. نعم. بل نهائيا يعني ماكو واحد بيهم خير. هسه العراق وصل للهاوية أستاذ عمر، ما بيها أي مجال فضل هذول المعممين واللي يحسبون نفسهم سياسيين. نعم. وإذا ما عنده جرأة العبادي يأخذ هذا من المبلغ من اللي ذكرتهم، خلي يأخذ الأموال اللي يخلوها الناس بالأضرحة. لا يعني أقصد بالضبط أنه الأموال التي سرقت، يعني الأموال التي سرقت. أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا. أم محمد من البصرة تقول أتمنى أن تتغير هذه الحكومة حتى يتغير حال العراق. نعود لحديث متحدث باسم لجنة النزاهة عادل نوري، يعني هو يقول بأن هناك العديد من الاستجوابات التي كانت مدرجة على جداول أعمال مجلس النواب خلال الفترة الماضية، ولفت إلى أن الأسباب مقصودة أو غير مقصودة فقد تم تأجيل تلك الاستجوابات لعدة مرات. الظاهر الصفقة كبيرة على أنه يعني بحجة تأجيلها وخلاص إلغائها. زين هو البرلمان راح يقول لك، يجي لك واحد يقول لك والله ما إحنا كنا مشغولين بالحرب مع تنظيم داعش. البرلماني ما كان حامل سلاح، لا هو بالقوات الحكومية ولا بالميليشيات ولا بأي فصيل مسلح. هو قاعد برلماني مقضيها كلها إجازات وقاعد بالبرلمان ولابس قاط ورباط، ليش ما حقق؟ راح يقول لك آخر، راح يقول لك إنه ما يستطيع لأن المسألة أكبر من عنده. وهذا يعني كما قال عضو البرلمان الدراجي، قال لك بأن إحنا خلينا ننتظر إلى الحكومة القادمة لأن الحكومة الحالية غير قادرة على حفظ أموال إعادة الإعمار التي سوف تقدم من الدول. وفي هذه الدوامة يبقى المواطن العراقي أنه يقول لك يا معود بزعنا، إحنا يوميا نسمع قال الفساد وحش الفساد وما تحقق شيء. يعني طلع علينا رئيس الوزراء حيدر العبادي ويعني منذ اليوم الأول لتوليه المنصب أنه سوف يحارب الفساد وإلى آخره، ما شفنا ولا مسؤول تم محاسبته ولا تم إرجاع أموال إلى العراق، بل بالعكس احتياطي البنك المركزي العراقي في تراجع، يوميا ينقص مليار ومليارين وثلاثة دولار طبعا مو عراقي. وإحنا مقبلين على هذه الانتخابات، واليوم الحديث عن تأجيل الاستجوابات وتأجيل محاربة الفساد من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى ما بعد الانتخابات، طبعا عزت الكتل السياسية والمراقبين السياسيين بأن هناك صفقة سياسية تجمع حيدر العبادي بشخصيات كبيرة متهمة بالفساد للدخول في الانتخابات أو لتشكيل
كتلة سياسية بعد نتائج الانتخابات عفوا لتشكيل الحكومة في نصف العام الحالي. ويعني على هذه الدوامة كما أشرنا يبقى المواطن العراقي في حيرة، في حيرة عن هذا الوضع وهذه الأمور. يقول مبروك من الإمارات، كثرة الاحتمالات المفتوحة مع قلة الضوابط تجعل من الانتخابات لعبة للمصالح وتضعها بعد الانتخابات في سوق الصفقات، فكلما تقاربت المصالح بين الكتل وكلما ازداد تنازل من يريد تشكيل الحكومة بإعطاء المتحالفين الجدد كثيرا من الوعود. عقدت التحالفات لتشكيل الحكومة وهذا أحد أسرار ضعف الحكومات التي يصبح أساسها الاتفاقات القائمة على المصالح. من خلال ما تقدم يمكن وصف ما يحدث في العراق الآن، هو الانتخابات هي موسم الصفقات، فهذه صفقات ووعود لم يفي بها هؤلاء القاعدين على الكراسي في من مصالح وصفقات فساد كثيرة، وهي مجرد مصالح لا أكثر. فعلى العراقيين الوصلاء الثورة على وجوه الطبقة السياسية الحاكمة والمدعومة من إيران. مبروك من الإمارات. يعني هناك رسائل على الواتساب، يعني يتصلون المشاهدين على الواتساب، الواتساب فقط لإرسال رسائل نصية تبدي بها رأيك عزيزي المشاهد حول موضوع الحلقة التي نتحدث عنها. تحدثنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين حول موضوع تأجيل محاربة الفساد كما تدعي الحكومة بعد الانتخابات، تأجيل هذه محاربة الفساد بعد الانتخابات القادمة في الشهر الخامس من هذا العام. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.